السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي عايزين نحط مجسم لباترن معين في قلب المشروع بتاعنا. طيب احنا ممكن نحطه من ان احنا نستخدم فكرة كومبوننت وأقول له موديل انجليزي، بس بتقول الفاميلي بتستخدمها كتير، فالأفضل إنك تعملها فاميلي خاص بيها، فتقول له نيو فاميلي وخلينا نختار الجنرال موديل. ده هنحط على السيلينج، ده هنحط على الفيس. أنا عايز أتحط على الفيس، طيب اهو بالشكل ده. طيب اقول له اكستروشن، يعني الشكل اللي انا هرسمه لك دلوقتي، يعني البيبار ده مثلا انا رسمت الشكل دوت وقلت له اوكي، هو هيبدا يعمله لي بالشكل دوت، يدي له الانبساط بتاعه او يدي له السوك بتاعه. طيب مش انا مش عايزه بالشكل دوت، الغي دوت. انا عايز اخد لوحه اوتوكاد واحولها لباتر في الريفك. اقول له ايه، عايز اعمل انسيرت ده جوه ايه، جوه امر اكستروشن. اجي هنا من انسيرت واقول له امبورت كات، واروح قايل له انا عايز مثلا وليكن مثلا عايز حاجه تكون دي مثلا. طيب نزل عندي بالشكل دوت. طيب محتاج ان انا افكره، واقول له اول حاجه موف، اقول نص كده احطها هنا، وبعد كده هقول له سكيل واقول له فكره مثلا 5 بالشكل ده. طيب اقول له اوكي، تعالى نبص كده، ده 250 نخليها مثلا 22 بالشكل ده. طيب اقول له لود انتو بروجكت، وتقدر بقى تحطها في المشروع في اي مكان. اهوت يبقى انت كده اي فاميلي عندك معموله على باترن اوتوكاد تقدر تحولها دي فاميلي تقدر تشغل.